صباح الخير البنات، جيتكم اليوم وجبت لكم جواز ولا طبق تقليدي معروف، وهو الباذنجان، يعني البرانية. يشبه شوية المدربل، مي يعني مختلف في واحد الحوايج. هو تقليدي 100%. شوفوا هنايا، عندنا البصل، عندنا الملح وفلفل الكحل والكروية. اللي ما يحبش يدير كروية ولا ما يحبهاش يبدل بالكمون. ونديروا معاه الدجاج اللي كتب ربي بيان سور، واللي يحب تدير اللحم تدير اللحم. نخلط كامل لو ميلونج، ومن بعد ندوزن بيان هذاك اللحم نتاعي. هنا نقدر ندير له هكذا ونخليه ان بون مومون، يعني حتى يشرب مليح، ومن بعد نديرو يطيب. هذا خلوه يشرب في ديك لا مارينات كيما يقولوا، ونطيبو ونزيد له هنا عويه قرفه، يعني عويد صغير، ما نديروش واحد كبير. بيان سور قلنا الطبق تاعنا اليوم بالبرانيه بالباذنجان. كاين برانيه تاع القرعه تاع القرنون، كل واحد واش يحب. فوالا، شوفوا هنا جبنا الباذنجان، نغسلوه نمسحوه من الماء باش ما يزلقناش، ونقشروه عادي. ومن بعد نقطعوا دي لامال، يعني طريفات طريفات، شويه خشان ما نرققهمش، ونملحهم ونديلهم شويه فلفل الكحل هكذا. ومن بعد تيك نفتحهم، يعني ندير لهم دي زونتاي 3 4 على حساب الكبر تاع الحبه تاع باذنجان. طبق ساهل خفيف و ماشي مكلف كما يقولوا، ويساعد النساء هاد النهارات، 30 بالميناج و 30 بالحلوه. دونك هذا في كما يقولوا نص ساعه ديروه. ولا هنا من بعد انا درتو يتقلب، غرضو نار قليله وراني نقلي ونقلب في ذاك الدجاج. نزيد له بيان سور الحميصه، من الاطباق تاعنا كامل فيهم الحميصه. ودرت له حبيبه طوماطيش، انا ما نحبهاش صوص غوج، نحبو شويه خفيف مع شريبه حمراء هذيك هي. درت له حبيبه هنا، تحب يزيد العكري ويزيد تاع البطاطا يزيد على حسب الذوق. شوفوا هنا جبت عندي سنين الثوم، واحد الربعه ولا خمسه على حسب نتوما الطنجره تاعكم. نرابيوه تري تري بيان، فوالا. وسمحوا لي لا فيديو انفا لما درت لكمش البارح فيديو، شويه لا كونيكسيون كانت عيانه، وانا ما نكذبش عليكم امانه شويه عييت، دونك ريحت شويه وهاني عاودت وليت ليكم. على بالي سنيتوني، مي بون كل مره وكل نهار وبركتو. فوالا، شوفوا داك الثوم زدت له معدنوس، قطعته صغير صغير. نديرو الملح، نديرو فلفل الكحل، ندوزنوه كيما دوزنا الطنجره، ملح فلفل الكحل وشويه كرويه. وندير ثاني شويه زيت باش نلايمو، باش يتلايم لي ويزلق في يدي. فوالا، شوفوا هنايا، كان ما نديرلوش هكذا يروح لي يبقى يتلاصق، دونك هذيك الزويته هي راح تلمو. ونحضروا في الملح، باسكو عبالكم جواز ما تاع باذنجان جينيرالمون ما يرفدش الملح، فيفو فيغ اتونسيون، بحضروا. بعد نشد نعمر هذوك الفتحات، نسيق وعلى قلت لكم قطعوا خشين باش يرفد لكم، يعني هاي لو لوغو ميم كي تاكلوه ما يبانش باذنجان كي ديروا له دو هكذايا. حاجه جديده بالك ما تعرفوهاش، ولا كاين اللي يعرفها. وهذا كل يبقى لي نرميه في لاصوص، يزيد يتقلى، فيه الثوم فيه معدنوس، دونك يزيد يبننها لي بيان سور. هنا ثاني نزيد نجيب لافارين ونرمدهم كيما يقولوا لداخل، وننفضهم، ما نخلي لهمش الزايد تاع الفارينه باش ما يطيحليش في الزيت وتكحل لي الزيت. سمحوا لي. هكذا حتى نكمل كامل الحبات نتاعي. فوالا، شوفوا هنا الطنجره مازالت تتقلى، نقصت لها وخليتها بعقلها، زدت لها هذاك شويه معدنوس اللي قلت لكم على الثوم باش يزيد يبننها، وخليها بعقلها. ومن بعد نمرق. فوالا، شوفوا، وما نديرش الماء بزاف، على بالكم باللي حاجه خفيفه يعني. هكذا تقدروا تزيدوا مع هذا الطبق دي فخيت ولا كميشه روز كيما حبيتوا بوغ اكومبانيي لو بلا. ونغطي ونخليه. وهنا نروح نقلي هذوك كما يقولوا لي ستاك نتاعي تاع باذنجان، زمان يقولوا له ستاك.
فوالا دونك هاوليك نقليه في زويته شويه سخونه ومن بعد نقص له ونخليه حتى يحمر لي دو كوتي. شوفوا هنا اون ديغي كيما يقولوا لحمه، شوفوا شحال جا الشباب بيان دوغي ويجي ناشف ما يشربش الزيت كامل كي رمدناه. بيان سور هنا شوفوا كي طابت لي لاصوص وخلاص راح نطفي. انا ندير له زوج مغارف خل مع الاخر ونطفي له ونحمر. تحبوا تنحوا ذاك المرصو تاع الدجاج تحمره، انا حمرته لداخل خليته على ظهره حتى تحمر. وشوفوا هنايا في لاسيات بريزونطاسيون ما شاء الله استفناه مع داك الدجاج، قلنا تحبوا تحمروه وبريجة تقارص ويجي راه الله كما يقولوا مجمر بديك شويه لاصوص. ونقول لكم صحه فطوركم وصحه عيدكم ان شاء الله الا ما زدناش تلاقينا حتى مول العيد باذن الله. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الله يعد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله. الى اللقاء.